المشكلة مش في كده، المشكلة لو جه الراجل تزوج امرأة صاحبة شخصية قوية مفكرة، صحيح، او شخصيه اداريه، هي اللي كانت دايره بيت عيلتها عند جدها، هي اللي كانت مش عارفه عامله ايه، هي اللي كانت كذا، او داريه اداره شغل معين. لان النقطه دي موضوع خلاف، لاني بتشعب منها حاجات كتيره جدا. لكن خلونا في البدايه نقول، لما منى قالت في المقدمه احترام الزوجه لدور زوجها، هو المفروض الزوجه تحترم دور زوجها؟ مش هيتم الاحترام ده، ركزوا معايا، عمر الاحترام ده ما هيتم الا في البدايه لما يحصل نوع من انواع الايه؟ الفهم. انت تفهمي دور زوجك ايه ودورك ايه؟ انا زوجي له دور معين الله سبحانه وتعالى حدد، مش احنا. ولا الفلان ولا زوجك ولا ابوه ولا امه ولا الكلام ده، اللي حدد دور الزوج في منظومه الاسره الله عز وجل. اللي هو مين؟ الله عز وجل اللي خلقني وخلقك، اللي يعرف طبيعتي وطبيعتك. فانا بسال بقى، والاعتراض على ايه؟ على الدور اللي الله سبحانه وتعالى كفله، ولا على ان انت اتظلمتي لبعض الممارسات من بعض اخطاء من بعض الرجال، مش كل الرجال، فترتب عليه، يبقى انا لا، انا كده واحده مبخوص حقي، فانا لازم يبقى فيه نديه. الاصل ان انا اخد راجل فيه صفه القوامه والرجوله والاخلاق، فاصفر هو يصفر بذات الدين، قلت من ترضون دينه وخلقه. نعم، دي المعايير. تفسير الكلام ده ايه؟ تفسير الكلام ده انت لما يجي لك واحد واقول ان ده اهل للقوام، اهل للراي، اسلمه زمام قراري، اسلمه زمام امري وحياتي، مش بيلغيني، مش يسيبني انت اللي انا اقوله اذا كان عاجبك وهو كده ولازم تسمعي لان انا الراجل وانا القوام، مفيش حد بيحب، ما فيش واحده بتسمع كده دلوقتي. انت لك الدور ولك حسن ولك الطاعه، طاعه طاعه واجبه، طاعه الزوج ده ما بقاش كلام. لكن هو ايه اللي بيحصل؟ ان هي مش لاقيه الراجل. ما هي الفكره جايه بكده يا منى، عارفه انت خلف خلاف كده، هي مش لاقيه الراجل، مش لاقيه الدماغ اللي تستند اليها، مش لاقيه الحاجه، يا اما غيور، غيره غير قاتله نتيجه فاقد ثقه بنفسه، يا اما واحد مثلا بخيل جدا فهيبتدي ينكد عليها فتستحيل الحياه وتقول لك لا خلاص، طب انا كده، طب انت بتبخل عليا ليه؟ طب ما انا بشتغل زيك، فالنديه مثلا في امر ده في جزء منه يعني ده حق فيه. فالفهم، سوء التربيه، عدم معرفه، ما فيش رجاله يعني الا ما رحم ربي برضه، عشان في رجال زي الفل، البرانيس بقى اللي احنا عارفينه، لكن فعلا ما فيش السمت او النموذج، اقول ده النموذج، والنبي عليه الصلاه والسلام خير نموذج والله. فعدم وجود الاهليه في صفه الراجل ذات نفسه هي اللي مخليها تقول لك ايه ده هو بيعرف يعمل. طب وانت ليه يا حبيبتي خدت واحد ما بيعرفش؟ بصي انا شايفه دلوقتي ان في قوانين بتساند المراه وعلى مستوى الدول والعالم، بس طبعا بيخوضوها في اتجاه عكس الاتجاه اللي عندنا صراحه يعني. نعم. في جزء منه بس، حاجه واحده صريحه كويسه صح مثلا، ان يبقى لك حريه، محدش يتعدى عليكي، محدش يهينك، محدش، وده في الاسلام موجود يعني. نعم، الحمد لله. لكن هم عندهم موضوع الكفاله ديت مش واضح، انت مسؤوله من الراجل، ان ما كانش ابوك يبقى اخوك، ان ما كانش عمك يبقى الجد الوارث، يبقى الجد، كل رجاله العيله مسؤولين عنك. نعم. ويسالوا ويفضلوا كده شايلين، مش عشان انت عاجزه او ضعيفه، ما دي المفاهيم اللي عارفه بتشد البنات لا انا اقدر. ايوه احنا عارفين، لا ما هو لغي رأي، ليه غير رأي؟ طب ما تقولي الرأي، طب ما هيجي احسن من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما السيده ام سلمه قالت رأي في مصيبه كانت هتهلك الامه بسببها لولا انه اخذ برأي السيده ام سلمه ومشي عليه والصحابه التزموا. لكن يقول لك لا، اصل لما يبقى كده، هي النديه امتى بتظهر؟ لما يحصل في جزء من عدم السمع والطاعه، او انا زيك انا بدفع، ان احنا سمنا الكلام تقول لي تقولي الراجل بيدي مهر، خلاص احنا كمان ندي مهر، ما دي يعني مش مساواه بقى، وندي ده عايزه حاجه يعني. التفكير صراحه انا شايفه ان هو مغلوط ومش سوي يعني، تحس ان في حاجه هبله في الكلام اللي بيتقال، غير منطقيه. النقطه الثانيه، نقطه حته النشوز ما بتسمعش كلام زوجها، تقول لي كده اسمعي كلام، ما هو انت نرجع تاني وافضلوا بقى عجبوني كده في ودنك يا جحا، هجيب لك الودن الثانيه. اخترتي غلط ليه؟ اخترتي اللي مش مالي عينك ودماغك ليه؟ اخترتي اللي مش عارف يتصرف ليه؟ اخترتي اللي بيتهته وفاقد ثقه ليه؟ اختاري صح. ما اختاري صح عشان بعد كده انت اللي هتسالي، ما هي كارثه برضو يعني موضوع الزواج، ما هو مش بعبع، لكن هو راحه ومتعه وسكن للي يفهم.
هي بتقول احترم دور الراجل في منظومه القوامه، وان هو صاحب قرار. لما انا هحترم الراجل دوت ازاي وانا مش فاهمه ان الامر شراكه، وان هو له هو اللي دي. ما تشيل يا عم، ما تسيبيه يشيل يا بنت الحلال، انت مالك؟ لسه بتكلم النهارده على موضوع جاليه سين من الجاليات. يعني تختلف ايه؟ المصريه مختلفه شويه، يعني تشيل وكذا وبتاع، او مجموعه مصر ليبيا العالم اللي هم ايه فوق بتوعنا دول، يعني مصر ليبيا السودان، يعني خدي بس. وبعدين الباقيين كله اتجاه تاني، تقول لك لا مش يعمل اللي هو عايزه، يروح يشوف، احنا مالنا، ماليش دعوه، ملزم يجيب، ما استحمل ليه؟ يعني هو ملزم يجيب كذا كذا، لكن احنا مساكين نشيل معاهم ونعمل وتعالى وما معكش، وهتروح تبيع الدنيا وتقف. لا، انت جميل انك تبقي اصيله وجدعه وكذا وكذا وكذا، بس ما تشيليش شيله مش شيلتك، وما تشيليش اكتر، هتنسي نفسك. صح. وترجعي تقولي ما انا زي زيك، انا بدخل دخل زي زيك، هديت ايه اللي هو جايبه، ما عادش الحريم بقى دلوقتي قماشه وخات، ما عادش الكلام ده. يقول لك لا، ما يعني ايه اللي لزمك، هي عايزه راجل. يقول لك انا عايزه راجل، عايز راجل دوت في عينها وفي قلبها وفي فكرها وفي حياتها وفي تصرفاتها، مش هنلاقي ندي. ليه؟ هي مطمئنه، عامل الامان عندها في اتخاذ قرار موجود، عامل الامان عندها في احتواء المشاعر موجود، عامل الامان عندها ان ده اب لاولاده هيعرف موجود، فمش هنحتاج. حتى لو حصل الدعوه، بصوا يا جماعه، هي ليه دعوه النديه والنسويه وكل ما هو مساواه حتى في الغلط، يعني مش الصح، ليه واخده الصدى الجامد ده قوي؟ ها، لانها لقت دروب حفره حقيقيه. لقت دروب حقيقي موجود، مش راجل، مش مفتقده. هو فين دول؟ تقول لك ايه ده هايف، ده مش عايز ايه، ده ايه ده، لا طب بعرف انا افكر احسن، وده انا بعرف امشي الدنيا، ده بعرف. وخصوصا المشاكل اللي بتيجي بقى منى، ايه يعني مثلا لو هي الامور العاديه، مثلا فهمت الدور، هو دور، هو له الحق الطاعه، وهو طالما لا يغضب الله سبحانه وتعالى، ولو خرجت عن ذلك تاخد حكم الناشز وهكذا، ده جزء. المشكله مش في كده، المشكله لو جه الراجل تزوج امرأة صاحبة شخصية قوية مفكرة، صحيح، او شخصية ادارية، هي اللي كانت دايرة بيت عيلتها عند جدها، هي اللي كانت مش عارفة عاملة ايه، اللي كانت كذا، او دارية ادارة شغل معين، مفيش. اقسم بالله انا هحكي لك موقف ومشكلة الى وقتنا هذا حصلت، يعني انا كنت حاضر المشكلة دي في 2009، يعني اكتر من 11 سنة. نعم. الزوجة دي مثقفة متعلمة وبنت ناس ومحترمة، ويعني دايرة تجارة والدها كلهم، وشركات مش داخل على مستوى إقليم ولا قطر، واخدة العالم. وزوجها حد الله ما بارك اتحط على الجرح يطيب، حد كده من أهل الجنة عايش على الأرض، وبيطلقوا. أقولها تقولي بحبه، قلت لها طب ما فيش، هم يعني شخصية مش متفقة، مش عشان كده، هي عندها صاحبة قرار ومقدامة وبتاخد مش عارفة ايه، دايرة اكتر من 30 فرع الشركة، وكل شركة بمبلغ وقدره، بموظفينهم بحالهم في كذا وكذا. لما الراجل يحس بندية، والله لو كنت ايه، مش لكن عايزة ذكاء السيدة خديجة رضي الله عنها. بس كان ايه يعني، قصدي تعاملت مع موضوع قيادتها وملكها للمال بذكاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي عطت وشركت. نعم. وأمنت وطاعت. أطاعت دي مش معنى صاحبة شخصية مستقلة. لا أنا من رأيي أنك ما تروحوش شعب أبي طالب. أنا من رأيي، أنا معايا تجارة وهنعملهم وهنجيب بادي جاردهات يحرسوا أي حد يجي، وأنا أجيب لكم الأكل وأنا كذا. مش كان ممكن تعمل كده؟ صحيح. وعندها تجارة، هوقف عليهم التجارة ومش هعمل وهيخسروا وأعمل كذا. رأيي، وهجيب ناس وبالسيوف وبالأجر، وأجيب المرتزقة زي وحش الكلب ما كان قبل ما يأسلم وكذا، ومحدش يقدر يمسكه. ورأيي نعمل بقى كده. انت عايز ايه؟ انا بس نبقى هنا، انا معاك. شفت الانسان عامل ازاي؟ لا ضعف ولا كسره ولا الا من كرامتها ولا الكلام ده. انت عارفه المشكله ايه؟ المشكله لما الراجل يحس، حتى لو كان بيحب، حتى لو كانت هي كويسه ودي طبيعتها ومنجزه والكلام ده، لازم يكسر فيها حاجه. مش ده الشخصيه الغير سويه. نعم. السوي بيتقبل ساعات وساعات، يتعامل مع الموضوع، يعني ساعات وساعات برضه، عشان بقول لك لان احنا عندنا عنصر في الوطن العربي، مش نعم. لكن لو مش تاني كده تقول لك كسرني، عايز يكسر، المستهدفه انه يذلها، مستهدفه انه يقول كذا، هي بيوصل للزوجه كده، وهو يقول طب انا راجل يا جماعه، طب انا راجل، طيب مش يبقى حقي ولا مش حقي، يعني بيحاول يشوف في اي حاجه. مثلا التاني يقول لا انا قلت لها ما تشتريش ده، حقي ولا مش هتروح، انا قلت لها ما تحكيش الامر، حقي ولا مش حقي، ان اهلها ييجوا في الوقت الفلاني ومش عارفه ايه كذا. طب يا عم امها ماتت وهي كبير كذا، يعني انا اقصد ولو بصي لدرجه ايه،
راجل وربنا عطاه ده لان ده في صفاته، مش نقص ليكي ولا ولا ضعف مني ولا الا في كينونتك ابدا. لكن هل ربنا وضع في احنا نستجيب، لكن تحصل نديه يتخرب البيت فعلا. بقى دكتوره لو نوضح في نقاط قصيره الحكمه من جعل القياده الاسره في يد الرجل. تمام. بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا. ايه ليه القوامه وليه المرجعيه؟ والله انا عليا ان انا نصحتك يا ابن الحلال، سمعت الكلام اهلا وسهلا، ما سمعتش الكلام انت حر بقى. المهم ان احنا نصحنا. تمام. إيه ليه الراجل هو اللي ربنا حط دي في امور يعني احنا لازم نفهمها في العقيده. احنا عبيد، احنا اماء، احنا عباد لله عز وجل، والعبد ما يقولش للرب ولا لسيده ولا مولاه انت ليه بتعمل كذا وليه ان شاء الله سبحانه وتعالى قال ووضح لنا وان شاء غير ذلك. في موضوع القوامه بالذات قال بما فضل الله من قوه بدنيه وجسديه وخروج ومعترك الحياه وهكذا، يقول لك طب ما انا بخرج. يا كسرت الحته دي. وبما انفق، عشان كده كان في راي بعض الفقهاء ان لو انفقت الزوجه وشاركت في الانفاق لها من القوامه مثل جزء من اللي ليك، مش مثل جزء. ليه؟ لانها فانت ليه ما تشيلش يا ابني المميزات ولا تشيل الحاجات دي وخلوا. وانا ادعو، بص يا شباب، انا ادعو الجيل اللي طالع، يعني اللي بيسمعنا من اللي اتجوزوا واللي بقى لهم 10 سنين و15 سنه، اديك بتسمع الصح وتشوف تدير امورك ازاي، واديك يا دي الزوجه ننصحك مرجعيتك لزوج طاعه، طاعه واجبه، طاعه مبصره. إيه لما تيجي تقول رايي ما هيش ما انا قلت لك هو بيسمع منها. ده شوفي بقى، بس ده التوصيف الغلط. واحد يقول لي زوجتي نداه نرجسيه وزوجتي وزوجتي وزوجتي، قلت له انا بسمع دلوقتي الراجل نرجسي، انت تقول على زوجتك نرجسيه ليه؟ فيها وفيها. قلت له طب ايه رايكم يا جماعه؟ ما حدش يوصف، احكوا الموقف واحنا علينا التوصيف. ادوا التوصيف لاهل الاختصاص، احنا علينا التوصيف. هي لما بتقول قالت لي لا قالت كذا وكذا، قلت له طب هي مش بتعارض، هي بس بتقول لك الفكره، يعني مجرد مناقشته للموضوع ذات نفسه اعتبرها نرجسيه. يا ابني مش بتعارضك، ما هو انت افهم سيكولوجيتها ايه، طريقه تفكيرها ايه. المراه لما بتيجي تتكلم بتفكر ما تفكرش قبل ما تتكلم الا نادر جدا يعني. فهي وهي بتتكلم بتفكر وبتجيب الحلول وقت البتاع، فما تديهاش حل من فضلك، اديك مفاتيح اهو حاجات سريه اهو.